السلام عليكم. بطلتنا النهاردة اتولدت بمشاكل في العمود الفقري، وبدل ما يحتفلوا بميلادها زي اي طفل عادي، دخلت غرفة العمليات علشان يحاولوا يعالجوها، والدكاترة كانوا فاقدين فيها الامل وما كانوش متوقعين ليها اي مستقبل ولا انها تقدر تكمل حياتها عادي كده زي اي حد طبيعي فينا. يلا بينا نعرف اكتر عن السباحة الدولية آية عباس والتحديات والصعوبات اللي واجهتها في حياتها. انا محمد اسامة معاكم في النواة. الدكاترة حاولوا معاها كتير وحالتها تعقدت اكتر من الاول، وهي عندها اسبوع واحد عملت عملية جراحية خطيرة في العمود الفقري، والدكتور في خلال العملية وعن طريق الخطأ قطع العصب الخاص بالحركة والإحساس وأدى لإصابتها بشلل نصفي. وبعدها بكام يوم عملت عملية في المخ علشان تشفط المياه الزايدة، وبدأت بعدها رحلة طويلة من العلاج الطبيعي لتقوي العضلات والأعصاب، وهي عندها شهر واحد بس. أمها رفضت فكرة إن بنتها ملهاش مستقبل وسابت شغلها وتفرغت لبنتها ومستقبلها، زرعت فيها الأمل وإنها زيها زي أي طفلة عادية تقدر تلعب وتفرح وتذاكر وتنجح وتحقق كل اللي هي عاوزاه. بدأت تمارس السباحة وهي عندها 6 سنين. ما كانش هدفها التمرين، رغبة في العلاج، لأنها وسط المية بتحس بحرية، وكانت بتقعد في أحيان كتيرة 9 ساعات في المية. وبعدها انضمت لفريق سباحة لأصحاب الهمم الخاصة وحصلت على بطولة الجمهورية للمرة الأولى وهي عندها 9 سنين، وانضمت سنة 2014 لمنتخب مصر للسباحة البارالمبية، وكانت بتتدرب بشكل شبه يومي من 5 لـ7 الصبح وبعدين تروح المدرسة، وبعد ما تخلص بترجع الساعة 4 العصر تعمل تمرينات لياقة بدنية لمدة 2 ساعة، وبعدين تروح تعمل واجباتها المدرسية وتنام الساعة 9 بالليل. وبالرغم من كل الضغط اللي هي فيه كانت بتشارك في البطولات الدولية، وسافرت في نهاية سنة 2014 لأسبانيا وحققت 2 بطولة وحصلت على ذهبية وفضية، وكانت أول وأصغر سباحة تحصل على بطولة دولية من سنة 1960، وشاركت في بطولة العالم للسباحة في المكسيك في سنة 2017 وحصلت على الميدالية البرونزية في سباق 400 متر وعلى الفضية في سباق 100 متر. ونحب نوضح حاجة صغيرة كده على الماشي، لو انت اتصبت بمرض معين او مشكلة كبيرة، انت اللي في ايدك الاختيار، يا تكون شخص مهزوم وملكش اي لازمة في الحياة، يا تكون مصدر امل وشخص ملهم لغيرك بإرادتك واختيارك. ولو حابب اننا نتكلم عن حد معين قولنا عليه في التعليقات، وما تنساش تقولنا رأيك وتشارك الفيديو لو عجبك علشان تفيد غيرك، ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.